مشاهدي قناة شوفوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. فريق المولودية الوجدة يسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب هارون علي في الدقيقة 13 من الجولة الثانية. إذن التعادل الإيجابي، هدف داخل كل شبكة بين فريق الدفاع الحسني الجديد والمولودية الوجدة. خلال الجولة الثانية فريق المولودية الوجدة يتمكن في الدقائق الأولى من هذه الجولة من تلقيح هدف التعادل 1-1. فاللعب حوالي الدقيقة 20 من الجولة الثانية من هذا المقابلة تجمع ما بين فريق المولودية الوجدية ومن فريق الدفاع الحسني الجديد. مقابلة صعبة كما قلنا في البداية، صعب فكهم بالنتيجة ديالها لأن الفريقين معا بجوجهم هادين بالنزول للقسم الثاني للنخبة، وبالتالي فهي مقابلة صعبة صعبة جدا بين الفريقين. مقابلة كما كتلاحظوا صعبة جدا، الفريقين معا مازال ما ضمنوش البقاء بالقسم الأول للنخبة، بجوجهم مازال مهدين يعني حساديا على بالأرقام وعلى الورق، يعني مازال لا بالنسبة لفريق الدفاع الحسني الجديد أو فريق المولودية الوجدية، أش فريق مضمون البقاء بصفة رسمية 100% بالقسم الأول للمباراة. الفريقين معا مازال مهدين، فريق المولودية الوجدية وفريق الدفاع الحسني الجديد. هذه مقابلة واحدة من أصعب المقابلات في هذا الكرة اللي كتجمع فريق الدفاع الحسني الجديد وفريق المولودية الوجدية. مقابلة متعادلة هدف داخل كل شبكة. فريق الدفاع الحسني الجديد ونفذ الحسن التشكيل في الجولة الأولى في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب عبد الحميد بوبا الحسن. فريق المولودية الوجدية كيتمكن من تسجيل هدف التعادل خلال الجولة الثانية 13 من الجولة الثانية عن طريق اللاعب هارون علي، باش كتصبح بذلك النتيجة 1-1 لا بالنسبة لفريق الدفاع الحسن الجديد أو فريق المولودية الوجدة. إذا كنتظروا أن نشوفوا أهداف أخرى خلال هذا المقابلة، لأن هذا التعادل لا يخدم مصالح الفريقين، ما كيخدمش لا مصلحة فريق الدفاع الحسني الجديد أو مصلحة فريق المولودية الوجدية. الفريقين معا مازال مهدين بالنزول للقسم الثاني، وبالتالي فالمقابلة مازال متحركة. الفريق يحاول يعني يحقق أهداف وفي نفس الوقت يحاول يحافظ على الشباك ديالو، يعني ما تلقاش أهداف خلال ما تبقى من أطوال هذه المقابلة. سنعود إليكم كل مكان هناك جديد خلال هذه المواجهة اللي كتجمع فريق الدفاع الحسني الجديد وفريق المولودية الوجدية.